الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، قال الإمام أبو زكريا يحيى بن الشرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين، وعنه قال وحيري عبد الله بن عمرو بلغ السوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي بايري 40 خصلة أفرتن الرموت أعلاها أي تهيت أغسه الرئيساي أي أغويني منيحة العنز ري إرمان عانهد كما نحذو ري إرمان أنا ذهر سيسو أود كتر هذا أنت عانهد قريسو اسكمال قولك عانهد كدام ماذا نقودن أيسو علي 40 خصلة أفرتن الرموت أعلاها أي تهيت عقوس الرئيسة منيحة العنز رئر من عانهد ما من عامل مجر قفك عمل فليا ما من عامل مجر قف عاملها أو يعمل كعمل فليا أو لا إيمان هيا بخصلة أرن منها أفرتنك كمدة ومن عامل عامل مجر يعمل كعمل فلي بخصلة قيب أما أرن منها أفرتنك كمدها رجاء ثوابها السوق الرجين هي إن ثواب كذا وهر رجاء ثوابها لأجل ثوابها هي وتصديق موعدها موعودها سوغ الرميسنة موعودك يبوهد اللغو يبوهي ثوابك كجرة هدو لي مادو إلا أدخله الله ألا وحوق لنها يا أم بها أرنت أولي مذا أفرتك مذ كمذها الجنة جنة إلهي كوق لنها يا رواه البخاري بحديث كوريي وقد سبق وير إمامك عليه رحمة الله حديث كان وهر مري وقد سبق بيان هذا الحديث بهمري في باب بيان كثرة طرق الخير أيام قصور دافني كرجاء ثوابها أنا معنى ذو حوينا سقو الرجيسا ثواب كذا وتصديق موعودها موعود كنا ويبوه ذا يبلم تلقو قادي أجرك كل حجراء سقو الرميسا كي لي ما دويا أدخله الله الجنة أدخله الله بها الجنة رواه البخاري وقد سبق بيان هذا الحديث بهر مري في باب بيان كثرة طرق الخير بانكسور دافني وعن أبي أمامة سدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إن آذنوا إنك أذق أن تبذل إن أذبحسه الفضل وحباه هذا دير الزيادة باه هذا كزيادة إن بحساي خير لك ويكو خير بدن تهي وأن تمسكه حيث شد أذهيسته وحي كزيادة كبدن باه هذا شر لك شر بيكو لذهي ولا تلام لغو عنانا ما يؤ لغو قفصا ما ينا على كفاف وحباه هذا كفلا هذا اسكه يسطو باه هذا عن ديرين هذا بحين ويدو تاي هذا لغو عنانا ما يؤ قل كذا وح بحين هاي سنة وابدأ وحد كب اللوضة بمن تعول عدد بشيء كمسؤول تهي أي صدقون هذين نقطة أجر بدن قفك كوغو دو اسلام تاداهان اوغو سي اجري بدن
واليد العليا جعنت سراء وحبحنا إسانا خير كخير بدن من اليد السفلى جعنت هوس وحقاضا هيسا. رواه مسلم بحديث كوري وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال بحر ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي وحلم ويدي سنن على الإسلام دينة إسلام كسبب تيدنا وحلقم ويدي سنن شيئا وحبا إلا هدي مقع الدينة وحلقم ويديو أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وقفك ووسين هاي وإسلام كانوا شيء وحويان ومسلحة إسلام مثلا إن وقفك إلى إرادة إمك سوى إسلامي ومؤلفة القلوب رسولك إلى هايو مركا وحونين كانوا كدق وباهن ياي ووسين هاي معنى هنا حويان مسلحة دينة إسلامكم يا مسلحة دينتا يا متطلبات دين الهدي ما دين مال أباهن ومقع الدين دي نبي قمون عرنا عليه الصلاة والسلام. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إلهي لما ويدين على الإسلام إسلام كأوغي يباهي إسلام شيئا وحبا لما ويدين إلا أعطاه وسيني مركتيب وصيفة سورة وحيري ولقد جاءه نبي صلى الله عليه وسلم وحاء يمد رجل نبا يمد صفوان بن أمية لورنجري ومركا إسلام كعس بأغاسنا هنجري أبهين أغاس بوها أمية بن خلف أنك بلال عذاب جري بأبه ويلكي سنوسو إسلام صفواني ولقد جاء وحاء نبي ولقد جاءه نبي وحاء يمد رجل نن فأعطاه نبي وحوسي غنما أري انتبه أري قول لك بين جبلين لببورات أري أردحية يا ترين كريا أي نبي ننكا صفوانا أذا إسكال إيقاظ فرجع ونقضي ننك إلى قومه بكون نقضي فقال تلقي بكوري يا قومي ورتلقي أسلموا ورسك إسلاما فإن محمدا محمد يعطي وحسين هي عطاء سين من لا يخشى الفقر فإن محمدا محمد يعطي وحب حين هي عطاء من قف سين تيب سين هي قف كاسو لا يخشى الفقر فقر إن كبقين سين تي أيو حسين هي إسك إسلاما مركا نبي عليه الصلاة والسلام وسلم هو الدنيا دو أكتس قيمة وينكم راهين قف كستا يا آخر أموقتنا الدنيا دو أكتس قيمة وينكم لي وإن كان الرجل وحو هابي رقفكم لا يسلمك إسلاما ما يريد أسوغن كدونين إن إسلام كأوصو إسلامي إلا الدنيا الدنيا موين كوكا مغلان دي انتا صاحب لسي انتا صاحب لسي داد بدن بس وإن كان الرجل وقفكم وحو ها لا يسلم كوي إسلاما إن كيسا إلا الدنيا فما يلبث من نجانين مع النبي عليه السلام يا صحابة ديسا إلا يسيرا إن يربو جوغي حتى يكون الإسلام إلى إسلام كن نقضو أحب إليه حقي سكي لغك القعيل بذنيهي من الدنيا وما عليها الدنك إيا وحيا لأردن مركاتنا حي كتوسي إن دتك مؤلفة القلوب كلي رهضو إن لسور دويو إن وحلو قفتو إن وحلو ترو لكن هدنا واحد حديث كآخر كيسي كوية لبي أدي كوين نيد وقت النبي عليه الصلاة والله والسلام بي أد نول ومتحركها ونور لي وقف كيسو قليها دا أدوي أسوى إسلامي إنو أدي يجيل هلو أسوى إسلامي إن يربك لي ما يلبث إلا يسير إن يرمرك جوغو بيأذي النبي عليه السلام صحابة ديسا أي إيمان إله قلب ديسا كرد بعنها يي مركا محير حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها مركا دنيا دي وصو إسلام بيبو نعي جيلي بو نعي أرقي بو نعي إلهي إيا النبي قيسا وحكا استكج على نيا وإن يرمرك جوغو مركا بيأذي حكا وإن دوقتي النبي عليه السلام
نوع هيد أوقف كي سوق جراي مركبة وإسبدلي لكن ما أنت بيأذى جرتاي ورجع قياس كري. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال وحيل قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول كي إلهي بحيي قيبي قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كي إلهي بوحو قيبي قسما مال ومال كي دام غنيمة دي أما خراج كي مال بوادو قيبي النبي عليه السلام فقلت وحانكو إربري يا رسول الله رسول كي إلهي لا غير هؤلاء كون آتسي سي قير كود أيا كانوا أها أحق به مال كان كوي أغحق لي منهم كوانات سيسي كوانات مال كسيسي إذ حولها سيسي كوى السينين أود كتك تيبا كم مدنا إنات سيسو لغير هؤلاء كوانات حولها سيسي غير كوت أيا كانوا أها أحق به كوي أغمدن منهم إيجا حقوض يعني كوانا كتكتبا كم مدن كوان قال نبي حير عليه السلام إنهم كوان أن وحسيي خيروني وحي خيار جليين لما مد بيدقين أن يسألوني إني وحيقو ويديستان بالفحش سفالح أقاون أي وحيقو ويديستان أو يبخلوا أو يبخلوني أما إن بخيل نما يقو حكمان لبدا سيدورنسيين أو يبخلوني أما إن بخيل نما يقو حكمان هدانو ديدو ولست نما يهبير النبي عليه السلام بباخل مد بخيلها ميه معنى حديث كنو حويا سفال حم بين النبي وحوي ديستين أو قاون أو الحاحي دكو العلن يكو جرتو مركا النبي عليه السلام حولي لبا مد با يهرتمت إن أن مع اليوغو سيدا إي جي جي تي أو سيدا إي سر سر ديك تي أو سيدا إي قاوي أي إن أن أديدو أي كدبنا إيغو حكومان إن أن بخيل أهي أي رادين هبلو بخيل إيغو حكومان دي إي إن أن ما يدي سكسيو أون سؤاش هذا فوشحون وحولي هاي سيدا فوشحون وحيقو ويديستين دي إن أن أسي سامحين إن أي سؤاش ساوسي ودارون سكسيو أون سؤاش قاوان دي هرجوك سدو أون قاتي رادو لبلا سيهور تيميدو مركا بخيل ما إنه جو حكومة ما ندون إنه مالك وينسك سي مركا تن حديث كنا وحوا عدين إن أسباب تا شرع جا إنه إلا إلى لينا أي بتهاي وعردجا شرف تا ذا عردجا إيو قفكم وحويا إنه إلى ليه ومهم مركا عردجا يهدوك إنه إنه مالك ويلا لسه وينه كويلا لسه والنبي قدر مك وحوم وبحيي إنينا أرانا النبي محمد وبخيل عليه السلام مك بخيل ما دلوا حكم هذا عرض جاي ونروح على تابتك مك أسلوت حرام الله بحيه أيا كم ذا إنا عرض قال لجو إلى ليو عرض قلنا توقف كسم عدي سيمور أدي سي شرفتي سويا إنهم خيرون وحي الدور جليا لبمت أن يسألوني بفحش بالفحش إن حمام وحجو دسي قلقل نفسه وحجو ديستان أو يبخلوني أما إنا بخل نما يقو حكومة لبلا سنة مد سوق علي إنا مد يعني كل دقمو مركا وانسكسي ولست ببخلين بخيل نما يهي رواه مسلم بحديث كان وري وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه قال وحير بينما وقت يسير سعودي جبير كاسي بينما وقت هو جبير كاسي يسير سعودي مع النبي صلى الله عليه وسلم بول سعودي مقفله نقطان كي أكسر نقضي نبيه من حنين حنين مقفله يعني والرجوع رجوع النبي عليه السلام وحنين كسر نقضي أيو جبير نبي قال السعودي فعالقه نبي عليه السلام وحاكو الدقي الأعراب رباديه باكو الدقي يسألونه يقول النبي وحوي ديسانه عليه السلام والربادية ربادين دوا ربادين مركز تيجوغان نبي بي كل كان مغلان غنيم وبحن أيكو الصياعين فعلقه الأعراب مركا أعراب تيبا كدكتين نبي يسألونه حالا ينكو النبي وحوي ديسانه حتى اضطروا
nabiga waxay u cidhiidhi geliyeen say u sii riixayeen ayaa idtaruuhu waxay ku cidhiidhi geliyeen ilaa samuratin geed qudhac ayaa nabiga calayhi salaam lagu riixay sidii loo sii in riixayay riixayay ayuu geed qudhac ahaa yay geliyeen nabiga calayhi salaam fakhatifat waxaa dhufatay oo qabsatay ridaa'ahu go-i nabiga calayhi salaatu ullaahi wasalaam uu geedkii qudhacay qodaxda lahaaba ku degdegay si nabigu usii riixayeen anaisii faraha ula geliyay nabigu inta usii durkayay ayuu geed qudhac ahaa afka ka galay ilaa maradii nabiga ay la hadhay calayhi salaam fawaqafa annabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigii ilaahay ba markaa istaagay faqaala wuxuu yidhi acuunii ridaa'ii warbal go-ayga unii siiya warbal go-a unii siiya falow kaana lii hadday ii sugnaan lahayd cadadu haadihi alcidaa cidaadku waa geedaha qodaxleyda ah geedaha qodaxleyda ee qodxo kasoo wala baxaan ayaa cidaa la yidhahdaa oo markaa meesha ku badnaa falow kaana lii hadduu ii sugnaan lahaa cadadu haadihi alcidaa qodaxleydan geedahan qodaxleyda ahee meesha ku yaala in la ego nacaman nicmoolay ah hadduu ii sugnaan lahaa laqasamtuhu baynakum waan idiin qaybin lahaaye warbal go-a uu inaga soo saara geedka uma laa tajiduunii ee arki maysaan buu yihi nabigu calayhi salaatu ullaahi wasalaam uh inaan ahay bakhiilan mid bakhaylaha walaa kadaaban iyo mid beenaala aha walaa jabaanan iyo mid fulay ah midna saddexdaa iigu iman maysaan bukhli iyo been iyo fulaynimo midna igu iman maysa nabigu calayhi salaam low kaana lii falow kaana lii cadadu haadihi alcidaa geedahan qodaxleyda ahaa ee meesha ka muuqda in la ego nacamaha nicmoolay haddaan yeelan lahaa laqasamtu baynakum uma laa tajiduunii ima aydaan aragteen bakhiilan anoo bakhayl ah yani arki maysaan inaan bakhaylnimo igu arki maysaan walaa kadaaban beenaanana igu arki maysaan walaa jabaanan fulaynimona igu arki maysaan rawahu albukhaari ba xadiiskan wariya maqfalahu buu yiri imaamu nawawi ay fii xaali rujuuci soo noqodkiisi weyaan wasamurana shajaratun waa geed alcidaadun ocayan shajaratun lahu shawkatun waa geedaha qodaxday marka xadiiskan waxaad qiyaasi kartaa nabiga calayhi salaatu ullaahi wasalaam uhu dulqaadkiisii 12,000 oo ciidan buu wataa maalinkaas haddana ciyaar yaro reer baadiyaha iyo dadkii reer baadiyaha nabiga calayhi salaam ninbasuu faraha ula gelaya waa kaa geed qudhaca afka laga geliyey ilaa umaradii nabiga la hadhay sala allahu calayhi wasalaam marka waad sawiran kartaa nabigii calayhi salaam sidaa loo sii riixiyo oo go-i uu watayna uu geedkii kala hadhay oo bilaa go meel taagan oo baryaya oo kule warbal go-a uun iga soo saara geedka marka taa waxay ku tusin nabiga calayhi salaam akhlaaqdiisii iyo sifaadkiisii iyo dabeecadii nabiga calayhi salaatu ullaahi wasalaam uu halka ay taagnayd iyo maanta sida loogu baahi badan yahay taasi waa mid ta kale nabiga calayhi salaam halkan saddex sifadood oo xunxun buu sheegay waa bakhaylnimo iyo been iyo fulaynimo saddexdaasi qofka isugu tagaana waa saddex sifadood oo qofka wax weyn dhaafinhaya weeyaan ay tagaan qofka bal inuu ilaahay ka magan galo in badan وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري ما نقصت من ناقصت صدقة صدقة من مال حوله يعني صدقة من ناقصت يعني بدل كذي إلهي بركه كان يويا ووحن بقول فرن بعض بحسي بقول كيف فرن ماشي دي أضاد كون هيسة مثلا سقال بقول سوري سالظاهر هان ويناقص لكن بركة أهان ما ينكون ناقص إيا ثواب أهان وما زاد الله ألنا وما زيادي عبدا أدون بعفو عفتان وقف وحيالي عافي سبب تيسنا إلا عزا أنب إلهي أقو زيادية وما زاد الله ألا وما زيادية عبدا أدون بعفو بسبب عفو عفتان وعفي قف وحيالي إلا عزا عز موين وما تواضع ما تواضع أحد قف لله إلهي أم التواضع إلا رفعه الله عز وجل إلهي كرب يلا
تواضعنا وحويا ولا بقى الرماد وحكرا معها إن أذ أقبش النصيحة لجوس جديو يوانا ذا لجوس جديو إيا أضمها إلهي إن أين كل يران لبدا سا تواضع ليرا هذا لبدا أدنى تما دبابور كأقو قارس أنداد وذا تدرك أقو في عن أنداد وذا تجرو بمجرد أقو إن أدد قشة ولا ذا هاي فأنت متواضع ما دام النصيحة أقبل يسوع إن أضمها إلهي إن أين كل يرين وذا احتقار إن أضمها إلهي ولكن هذا عجاج أنت يا كبلاء ذا هاي ضروا حاويا أدوا ذا تؤون دي إن حالة ديسو أي حالة هاي ما لك استخدمة ذات كجرة أولك أدوا حال حالة يسوع أذن لكن أقبل إن النصيحة ذا لجو سجديو أضمها إلهي إن أي كل يريهن فأنت متكبر مرك تكبرك ولا بضع الرماد وأنا ذا أقبل بطر الحق وغمط الناس تواضعنا وعكس يسون وحكى لما رواه مسلم بحديث كان وريي وعن أبي كبشة عمر بن سعد الأنماري رضي الله تعالى عنه أنه عمر كاسي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بو كمقل يقول أسقولي ثلاثة صدح أقسم عليهن وانكدارا صدح الرموت إن طبيهن وأحدثكم حديثا ورميا حديثا بنذين ورميا فاحفظوه حديث كان حفظيا ما نقص من ناقص مال عبد أدون حوله من صدقة صدق من ناقصه ما نقص مال عبد أدون حوله من ناقصه من صدقة صدق من ناقصه ولا ظلم لما ظلم يا عبد أدون مظلمة مظلمة يا ظلم وصبر عليها وكصبر إلا زاده الله ألا وحو أزياد يا أدون كعز عز ولا فتح مفر عبد أدون باب مسألة سؤال الباب كد مفر إلا فتح الله عليه إلهي وحو كفر باب فقر فقر الباب كبال كفر أو كلمة أما النبي وحير عليه السلام كلمة نحوها كلمة دغول ديغان تو كريم وحديثكم محان الدين شاقيا حديثا بان الدين شاقيا فاحفظوه حديث كحفظيا قال وحير النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا ورأدونكم لأربعة نفر أفر قف أمبا إسكالي أدونك أفر قف أمبا وهاضي إنما الدنيا أدونكم لأربعة نفر أفر قف أمبا إسكالي عبد أدون رزقه الله ألا وكو أرزاق مالا حوله إيا وعلما العلم لبدا سلاه سقدري فهو أدون كان يتقي إلهي بقبقيا فيه مال كانوك قبقيا ربه ربه فهو أدون كان يتقي وكبقيا فيه مال كان دحديسا ربه ربه بقبقيا ويصل وحريرين هيا فيه مال كان دحديسا رحمه الرحم كيس وحريرين ويعلم وحو أغيهي لله إن إلهي أسقنات فيه مال كان دحديسا حقا إن إلهي حق ليهي أي أغيهي زكو يصدق فهذا أدون كاسي بأفضل المنازل ميل لدقو يدرجات لهرا تؤوين بوهيستا علم وعلم النافع وحكا ضياي ويو مال بو إلهي سكتري مال كيسين علم قاسو كما مليا وعبدين ككلنا وأدون رزقه الله ألا أرزاقي علما بو إلهي كو أرزاقي ولم يرزقه ألاكم أرزاق مالا حولو فهو أدون كان صادق النية نيدي صادق أها أورن لويا يقول حوليه لو أن لي مالا هدان مال ليالا لها لعملت وحان سمين لها بعمل فلان هبل وحو سميي وكلبان سمين لها سوح صدق ليس انت مساجد ولسا انت مدارس ولسا وحسن قبل الله لعلمك لابد يكسي منيهم كاسي مال بولسي دريه وصدق ليس مركو حوليه هدان مال كان هالي لها وان قدر لها انتو قدري فهو ننكاسي نيته نيدي ساس ايا وحيها ليشي سيكيكو هرييي
فأجرهما لبضو ذا أجري سواء وسمن يهي وعبد أدون رزقه الله على وارزاق ما لم بكو أرزاقي ولم يرزق لكم أرزاق علما حول فهو أدون كني يخبط يعني ودبريا في ماله حوله يخبط أما وكوكا عكفيا فهو يعني ودبرات كعكفي كجرته في ماله حوله بغير علم فهو يخبط ودبريا يعني مالك سوى ماموليا فهو يخبط وماموليا في ماله لكن هو مامول قلدان هذه فهو يخبط وحوم ماموليا ودبريا في ماله حوله بغير علم علم الآن حلال حرام محافيعان محافيعنين إذا قفك مرك قواعدك كما قنت أحكامتك كما قنت وحبضان بذن لها كرديسة بغير مال بغير علم بكم ماموليا لا يتقي كما بقي فيه مال كيسنا ربه ربك ولا يسلم من حليلين هي فيه مالك رحيس رحمه الرحم كيسا ولا يعلم مؤغ لله إن إله أسوغ يهي فيه مالك كيسا حقا حق فهذا كاسب بأخبث المنازل والدرجات كأغحن وين كاسب وعبد أدون لم يرزقه الله ألا ونكو أرزاق مالا حولا ولا علما كما أرزاق فهو يقول وحوليه لو أن لي مالا حدان مال يالا لها لعملت وحان سمين لها فيه مالك دحديسة بعمل الفلان بعمل فلان كي حما هدا فاسقها وحو سمين بان سمين لها بولي وانا فقير وحنا معي فهو كان نيته نيديسة سوحيها لينسين هيسا إيجارسين هيسا كي أخبث المنازل كي جارسين فوزره مادا بقوض سواء وسمن يهي رواه الترمذي بوري وقال وحير حديث حسن صحيح مرك حديث كان واحد كقرا نيدو ان قفك هدي جازم تهي لغو أبال مرين هاي وفقير وحبا ما هاي هدانو حليها هدي ان وحين لها وانتمن لها بلاي باس بان سمين لها كي بلاي باس كسمي يوم بيسكم مدي هنكاس ويا نيدي ساكن قو آنك آهيد تكروح أركيسا قفك إلهي مركو علم نافع إلهي وكسيو إيا مال هدو إلهي سوكاسي درنا وأفضل المنازل لكن هدي مالكي أدهيسو إن علمي نافع أنا قفك وكما قيني هاي وحبادا بوقفك عندها كرديا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله أعلم.